النائبة أنيسة حسونة اللي اعترضت على الموضوع بتاع المرأة وحذفه في الاجتماع النهاردة أو في اللجنة النهاردة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني عايز أعرف من حضرتك أسباب الاعتراض. فندم أسباب الاعتراض إن المادة اللي كانت بالفعل قبل ما تروح مجلس الدولة فيها تحفظ في رأيي إنها بتقول تمثيل المرأة في أجهزة المجلس تمثيلا مناسبا دون تحديد لهذا التمثيل، يعني بينما في الدستور مثلا بنتكلم على 25% في المجالس المحلية، في المجلس نحن نمثل أكثر من 14%. فالنهارده فوجئنا طبعا، عرفنا يعني التعليقات ان التوصيات جايه من مجلس الدوله بتقول الغاء الفقره اللي بتقول ان تمثل تمثيلا مناسبا علشان شبهه عدم الدستوريه. فانا اعترضت لان الدستور نفسه في الماده 11 بيؤكد على المساواه، وبيؤكد في اكثر من ماده في هذا الدستور على المراه بشكل خاص. وكان وجهة نظر مجلس الدولة إن هذا يعتبر تمييز مقارنة بالفئات الأخرى اللي كانت مميزة لوقت معين، ولكن هذا لا يستمر زي ذوي الإعاقة والأقباط والشباب وغيرهم. فأنا يعني اعتراضي إن يا فندم إحنا نمثل 50% من المجتمع المصري، ثم أن الأقباط وذوي الإعاقة والشباب برضو فيهم نساء ورجال، فما تقدرش تصنف المرأة بهذه الطريقة. ده كان اعتراضي، ورئيس المجلس وعد بأن يضعه في المضبطة على أساس أن يتم تعديل في قانون مجلس النواب يحفظ هذا التمثيل. يعني أنا شايفة ضد الدستور وضد حتى الخطاب السياسي للدولة بالاعتراف بمشاركة المرأة. تمام، يعني الموضوع هيتم حله من خلال المضبطة. لا، هي هيذكر في المضبطة، هيذكر في المضبطة أن المجلس سيراعي. لكن وانا بصراحه لا، انا بحب يعني المسائل تبقى واضحه جدا سواء في لائحه او في قانون، لكن حقيقتك ما تقدرش تعتمد ان نفترض ان رئيس المجلس هذه الدور يعني في 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 عمر مجلس النواب حتى عام 20 مؤمن بذلك وسيعمل على مشاركه النساء بطريقه ملائمه. بس حضرتك حطيت قاعده، ربما ياتي شخص اخر كمان 5 سنين ويبقى له وجهه نظر مختلفه. تمام. احنا يا فندم المراه ليست فئه يتم مجاملتها بحقوق الناس تعتقد انها يعني ليست ثابته، حقوق المراه ثابته في كل شيء، فمفروض تعامل بهذه الطريقه. ونتذكر دائما ان احنا 89 في امراه في مجلس النواب، وهو يزيد بكثير عن تمثيل اكبر حزب سياسي في البرلمان وهو مصريين احرار 65، احنا 89. فيجب يعني اخذنا بالجديه اللازمه. بالتأكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. النائبة أنيسة حسونة متحدثة عن موقفها المعترض على موضوع تمثيل المرأة، ولأن ده فيه شبهة عدم دستورية.